هنبدأ بس دقيقتين، بس في 2 طلبة هيجوا. صدر. عليكم السلام. عليكم السلام. طيب ريبريزنتيشن ريليشن، احنا عايزين نعمل تمثيل للعلاقات. خدنا احنا تمثيل للعلاقات، بس هناخد كيفية التمثيل من خلال المصفوفات. هنا بيربط علاقة بين جو وسوزان عن طريق الواحد، بين جو وماري عن طريق الواحد، وهكذا عن طريق الواحد. كده عرفنا ان في علاقة بين جو وماري، بين جو وسوزان، وبين فريد وماري، وبين مارك وسالي. بنفس الطريقة لو عندي مجموعتين، المجموعة الأولى اسمها A والمجموعة الثانية اسمها B، والمجموعة الأولى تتكون من 1 و2 و3، والمجموعة الثانية تتكون من 1 و2، وفي علاقة بين الـ A والـ B. هذه العلاقة تمثل في التالي، إن 2 متصل بواحد، طبعا 2 من A متصل بواحد من B، هذا معنى الكلام. طيب احنا بنعمل المجموعة ايه؟ دايما صفوف، يعني الأولى تبقى صف والثانية عمود، اهي 1 2 3 صف، الثانية عمود، وبالتالي العلاقة تكون كالتالي: 2 1، فين 2 1؟ اللي هي الصف الثاني العمود الأول، مش كده؟ وهكذا 3 1، 3 و2، هذه هي العلاقة. إما يكتب إما R تساوي كذا. طبعا هنا بيستخدموا المصفوفات لتسهيل الوصول للنتائج، يعني أنا عايز أعرف. خلي بالكوا حتة الريفلكسيف والسيمتريك دي مهمة، يعني هي أساس الأمور جاية بعد كده في الامتحان. هنا المصفوفة إذا كانت بهذا الشكل، بهذا الشكل كده، يبقى إيه؟ ريفلكسيف، بمعنى علاقة 1 بـ1، 2 بـ2، 3 بـ3، 4 بـ4، معناها كده. طيب كده معناها إيه؟ إنها الريفلكسيف، ولا علاقة بين الواحد واحد بين أي عنصر ونفسه يعني. أما إذا كانت بهذه الطريقة بسيمتريك، كانت بهذه الطريقة أنتي سيمتريك، يعني في تمثيل لواحد واثنين واثنين واحد، بين 3 و4 4 3، تبقى سيمتريك. هنا ما فيش علاقة بين 1 و2 و2 1، تبقى أنتي سيمتريك، 1 و0 يعني. طيب هذه المصفوفة تقدر تقول لي هي نوعها ايه؟ طبعا انا هقول انها ريفلكسف. ليه؟ لان العلاقة دي موجودة كده، ريفلكسف. اهي ليه؟ دي ريفلكسف انعكاسيه بالعربي اظن معناها، خلاص دي ريفلكسف. طب ليه سيمتريك؟ سيمتريك عشان الواحد والواحد دول، والواحد والواحد ده اللي هو ايه؟ الواحد والواحد ده اللي هو واحد الصف الاول والعمود الثاني، وبالثانيه علاقه بين 1 و2، والثانيه 2 و1، الصف الثاني والعمود الاول، مش كده؟ فيسموها ايه؟ يسموها سيمتريك. ما هياش انتي سيمتريك طبعا، عشان هي سيمتريك مش هتبقى انتي سيمتريك، ده حاجه طبيعيه. اتحاد الاتحاد وتقاطع العلاقات، هنشوف هنا ازاي عمليه اتحاد وتقاطع العلاقات. وهنا هناك بيتكلم عن القاعده، يعني انا عندي علاقه رقم R1 عباره عن اللي انتم شايفين المصفوفه دي، والمصفوفه دي R2. لو انا عايز اعمل لهم اتحاد يونيون، بعملها بالطريقه الثنائي العادي، يعني انا مثلا اقول هنا واحد، كل واحد والايه والمناظر له، يعني الواحد هذا والمناظر له الواحد هذا. لما انا اقول واحد اند، دي علامه اور، دي اور واحد، واحد خلاص، طالما في واحد في الاور هتحط واحد، ادي الواحد اللي هو ده. طب هنا ايه؟ صفر صفر، هتطلع صفر طبعا، وهكذا 1 و0، هنا تطلع ايه؟ 1. لكن في الأنت لما جه عملها قال 1 1 1، صح، 0 0 0. طيب 1 1 1، طيب 1 هنا و0، 1 و0 هنا جابها 0. الوان ترو، تمثل ترو، نعم الوان هي ترو، ترو.
ترو اند ترو يد ترو. واخد بالك هنا دي علاقه اند اور. دي سهله بتاخد كل عنصر مع المناظر. المناظر ده هنا بالنسبه للكومبوزايت انت ممكن تستخدم عمليه الكومبوزايت بالايه بالبولين برودكت. البولين برودكت ده كان جالكم في الامتحان النصفي. البولين برودكت ما يطلعش اثنين ابدا يعني ما يطلعش الا واحد لانك بتستخدم مش ضرب وجمع انت بتستخدم اند اور. يعني بدل ما تستخدم عمليه الضرب في المصفات والجمع انت بتستخدم الاند بدل الضرب والاور. فعمرها ما هتطلع اند اور عمرها ما هتطلع فيها اثنين. يعني لقيت ناس حاطه في النتائج اثنين وثلاثه وحاجات زي كده فما تجيش هنا. فانت لو عايز تعرف يعني ما كنت بقول لك في طريقه سهله لو انت عايز تعرف الكومبوزيت ممكن تستخدم من الضرب المنطقي. وكمثال هنا لو انا عايز اجيب ام اس ام ار وام اس عايز اعملهم كومبوزيت تمام كده. عايز اعمل ايه كومبوزيت لمين؟ ام اس ار. يعني معنى كده هبدا بالار. هبدا بايه؟ بالار. فبعمل ايه؟ فبروح بعمل عمليه ضرب منطقي. ضرب ايه؟ ضرب منطقي. اضرب الار في الاس. بدات بالار ليه؟ لان الار هي اللي داخل يعني هي اللي جوه هنا هي اللي في الداخل. خلي بالكم من الحته دي. يعني انا بقول هنا ام اس كومبوزيت ار يبقى ابدا ضرب بار لان في فرق بين ضرب ار في اس وار واس في ار تختلف. هبدا ضرب بايه؟ بار. طب هضرب ازاي؟ ضرب منطقي بولين برودكت ده غير الضرب العادي. هقول هذا الصف هيتعامل مع هذا الصف. هقول ايه بقى؟ اقول 1 اند 0 اند اند ولا اند ولا اه 1 اند 0 اه بدل الضرب اند زيرو. هتبقى 0 و 0 اند 0 واحد عند واحد فيها واحد خلاص. ما انت هتجمع كل النتائج هتعمل اور اسف اور لكل النتائج خلاص. طالما فيها واحد بس هيبقى النتيجه واحد. طلع واحد يبقى هتشوف طلعت هنا ايه. ده كومبوزيت. ولو عملتها بالطريقه اللي خدناها قبل كده هتلاقي النتيجه واحده. هتكون النتيجه واحده. هوريكم دلوقتي. شوف هنا الصف الثاني في العمود الصف الاول في العمود الثاني هنقول 1 اند 1 طلع 1 خلاص ما فيش داعي تكمل بقى خلاص. يبقى اللي بعدها على طول هتبقى 1. هي دي ما في داعي تكمل المساله خلاص تمشي نفسك يعني لان بعد كده اور يعني لو في واحد خلاص يعني انت بتعمل اند الاولى مع يعني هنا انا همسح عشان اوضح بس معلش انا عارف ان في يعني ممكن تكون انا دلوقتي همسك الصف انا بوجد نتيجه الصف الاول مع الايه العمود الاول مع العمود الاول فقلت 1 اند 0 1 اند ايه 0 خلاص 0 اللي بعدها 0 اند 0 الثانيه دي 0 اللي بعدها 1 اند 1 بقت 1 انت بتعمل اور لكل الثلاث النتائج اللي فاتوا دول طالما في واحده منهم واحده واحد يبقى خلاص الواحده نزل اجي الصف الاول مع العمود الثاني هو نتيجه الرقم الثاني ده هقول 1 اند 1 خلاص فيها 1 ما تكملش بقى خلاص حط ال 1 هنا نتيجه خلاص حط ال 1 هتمسك الصف الاول مع العمود الثالث 1 اند 0 طيب 0 اند 1 وانا فيها 1 برضه اذا النتيجه 1 اهي شايفينها همسك الصف الثاني مع العمود الاول 1 اند 0 1 اند 0 0 اند 1 طلع 0 ما فيهاش ولا 1 كلها 0 صح الصف الثاني مع العمود الثاني 1 اند 1 خلاص طلع 1 خلاص ما في داعي تكمل لان بعد كده هنتكلم بالاور الصف الثاني مع العمود الثالث 1 اند 0 1 اند 1 اذا في 1 الصف الثالث طالما الصف الثالث كله صفار يبقى ما يبقى ما تطلعش انت تحط صفار ما هو صفر مع اند هتطلع كل صفار ولذا الثالث طلع صفار شايفين ما تتعب نفسك فيه خلاص طب يا دكتور ايوه ضرب المصفات الخطوات يعني ايه؟ اه يعني كل خطوه بدرجه نعم صح خطوات. لا لا انت حط خطوات ما فيش مشكله يعني اعمل لي اند اور حط خطوات علشان خاطر انا ما بس انا ما كان المفروض حطيت لكم الطريقه هنا بس هي موجوده عندكم في الباوربوينت في الشريحه رقم واحد او اثنين حاجه زي كده
في الدرس الاول والثاني، عندكم طريقه الضرب المنطقي في نهايه الدرس موجوده. فدي ممكن ترجعوا لها تشوفوها، طريقه موجوده. فحط خطوات في الدرس فعلا، صح، ساعدني احط خطوات. خطوات يعني مثلا عملت شويه خطوات بس مع انا في التصحيح رعيت طيب نشوف هنا ادي الكومبوزايت. طبعا انا لو عايز هنا الار تربيع، ار 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 كومبوزايت ار هي ار تربيع، ماشي كده، هي ار تربيع هي. طب ار اس 3 هي ار تربيع كومبوزايت ار، يعني تضرب الار في ار كومبوزايت ار هي دي الار 3 كعيب. تمام، يعني ايه كومبوزايت؟ هي الايه؟ هي الضرب. وهنا جاب مسألة نفس الفكرة، جاب هنا ار تربيع، ضرب الار في نفسها، ضرب المصفوفة في نفسها، يعني حتى انت تحطها بقى على ورقة جنبها كده وتعمل تجري عملية الضرب، لان كده تخيل صعب شوية. هتحط المصفوفة اللي هي دي، ضرب عادي ولا ضرب منطقي؟ هتحط نفس المصفوفة دي جنبها، حطها هنا كده وتضرب المصفوفتين في بعض يديك ار تربيع او الكومبوزايت ار لو انت عايز كومبوزايت ار. طب ازاي دكتور افرق بين الضرب العادي والضرب؟ الضرب المنطقي بتعمل بدل الضرب اند، وبدل هو بيقول لك ويلين برودكت، او بيحط لك ويلين برودكت، يحط العلامه دي علامة النقطة والدايرة، دي بولين برودكت، أو هو بيذكر لك الكلمة كلفظ بولين برودكت، بيذكر لك، ولو أنا عايز كومبوزايت واستخدمت البولين برودكت لازم استخدم بولين برودكت بالنسبة للكومبوزايت. سؤالك كويس، وممكن يكون ضرب مصفوفتين بس غالبا المصفوفة اللي هي الثنائية بتبقى ضرب منطقي. طيب هنا برضو هنا بيبين استخدام الجراف، يعني عايزين نستخدم جراف، دي خدناها قبل كده، مصفوفة والجراف، طريقة الجراف. هو هنا عايز يبين لك بالجراف الريفلكسيف، احنا خدناها بالمصفوفه، عايز يبينها بالجراف. طيب طبعا واضح الريفلكسيف ان كل عنصر مرتبط بايه؟ ده ريفلكسيف اهو. طيب هنا الريفلكسيف ما فيش اي عنصر مرتبط بنفسه. طيب السيمتريك رايح جاي، شايفين علاقه بين واحد واثنين واثنين واحد. طيب انتي سيمتريك كل علاقة في اتجاه واحد، ما فيش علاقة رايح جاي، ما فيش، ما ليس فيها علاقة، ممكن يكون فيها ريفلكسيف ما فيش مشكلة، جزء من الريفلكسيف حتى دي، حتى هي لا ريفلكسيف ولا نوت ريفلكسيف، يعني في اثنين ريفلكسيف، في اثنين يعني مرتبطة بنفسها. ممكن يجي لك في الاختبار حاجة اسمها كلوجر اوف ريليشنز. يعني ايه كلوجر؟ يعني هو جايب لك علاقة، وهذه العلاقة فيها مثلا واحد واحد واثنين واثنين، وهي المجموعة واحد واثنين وثلاثة، وعلاقات أخرى واحد مع اثنين مثلا، ويقول لك أنا عايز كلوجر أوف ريفلكسيف، يعني باقي الريفلكسيف حتى تتمها يعني. فمثلا أنا عندي واحد واحد واثنين، تقول لي ثلاثة ثلاثة، خلاص ده اسمه كلوجر تقريب يعني. لا يعني دي جميع علاقات الريفلكسيف. يعني هنا هنشوف مثال اهو، انا دلوقتي عندي العلاقه 1 1 1 2، ده فين؟ في 1 2 3 و2 1 و3 و2، ناقصني ايه هنا عشان تبقى ريفلكسيف؟ هو ده كلوجر اهو، اللي هو الاحمر ده، هو ده كلوجر. لو جالك في الامتحان دي سهله، ها، سواء كان كلوجر اوف ريفلكسيف او كلوجر اوف سيمتريك. هنا جايبها بس عن طريق الايه، البيلدر نوتيشن. يعني هنا بيقول لك في علاقه بين الاي والبي، ان الاي اصغر من البي، يعني الاي اصغر من بي، طبعا دي مش ريفلكسيف ما فيهاش يساوي، فانت تكملها تقول له ايه؟ اتحاد ان اي تساوي ايه، او اي اصغر من بي وفي نفس الوقت تساوي، يعني لازم تحط يساوي عشان تبقى ريفلكسيف. ما هي عشان يكون في علاقه بالرقم بنفسه لازم يبقى في مساواه بين العنصر الاول والثاني. هو قال لك اي اصغر من بي، اي اصغر من بي دي لا تحقق الريفلكسيف، لان المقصود بالريفلكسيف الرقم مع نفسه. فما يقول لك العلاقه بين 2 3 يبقى ما فيش هنا ريفلكسيف، فانت تكملها له ازاي كلوجر؟ ازاي تقول له ايه اصغر من او يساوي، زود له بس كلمه يساوي اللي هي دي،
الاجابه هي دي او يساوي. تمام كده؟ هناخد السيمتريك، سيمتريك كلوجر، ان العلاقه بين الار وبين ايه؟ الانفرس بتاعها. هنا هو شوف عندي هنا 1 1 2 2 1 2 طب فين الكلوجر بتاعها؟ انا عندي 1 2 بس ما عنديش 2 1. عندي 1 3 1 ما عنديش 1 3. طبعا دي لغات في الامتحان سهله وكويسه. بنفس الطريقه هنا انا عايز الكلوجر هنا. عندي العلاقه ايه اكبر من دي؟ طب دي عمرها ما هتكون عمرها ما هتكون ايه؟ سيمتريك. سيمتريك بيبقى بين 1 2 2 1. طب اذا كان دايما يعني العلاقه بين 2 1 بين 2 مثلا 3 و 2 4 و 3 طب ما في 2 1 ما فيش 1 و 2. طب ايه الحل ان انا اعمل كده؟ ان انا اقول له اتحاد ايه؟ اتحاد يعني ايه تبقى اكبر من بي وفي نفس الوقت ايه اصغر من بي؟ اكبر وفي نفس الوقت ايه اصغر من بي؟ تمام كده؟ هنا ايه؟ اتحاد ايه اكبر من بي؟ اتحاد بي و ايه اكبر من بتساوي ايه وبي حيث ان ايه لا تساوي بي. يعني هو لغى اللي فات، قال لك ايه لا تساوي بي؟ ايه لا تساوي بي؟ خلاص في هذه الحالة لا تساوي بي، خلاص هتمشي لاتنين واحد ولاحد اثنين. يعني حط الشرط ده، حط ان الايه لا تساوي بي. فمعنى كده ان العلاقة بين واحد اثنين ما هي لا تساويها، وبين اثنين واحد برضه لا تساوي. تمام كده؟ واضح؟ الترانزيتيف كلوجر بتاعها دي شوية يعني هنا هتقعد يعني حلها انك انت تعمل الضرب المنطقي او تعمل الكومبوزايت اسهل. ف انا لو عندي ثلاث عناصر للمجموعه، لو انا جبت العلاقه ار اس 3 يعني ضربت الار في الار في الار او عملت كومبوزايت ار مع الار والار تربيع مع الار هيديك الترانزيتيف. يعني لو ضربت المصفوفه في نفسها ثلاث مرات، لو عملت المصفوفه ضربتها في نفسها ثلاث مرات هديك الترانزيتيف. بس كده عملوها بطريقه هنا الكومبوزايت، هنا اسلوب الكومبوزايت، او عملت طريقه الكومبوزايت. لو انت عملت الكومبوزايت هيديك اللي خدناها يعني هيديك ايه؟ هيديك الارقام دي. تمام كده؟ او ان احنا ممكن نتخيلها مع بعض. شوف هنا واحد واحد، هنا الواحد مشتركه مع الواحد يبقى واحد واثنين هي موجوده خلاص. طيب طيب اثنين واثنين هنا مشتركه يبقى واحد واثنين، الواحد اثنين موجوده. طيب ال 3 1 هناخدها مع الواحد الاثنين هيبقى 3 واثنين. شايفين 3 1 3 واثنين هنا، بس احنا عملنا ايه؟ ترانزيتيف. ترانزيتيف الاول ده ترانزيتيف الاول لما جبنا 3 والواحد هنا مشترك بينهم الواحد، يعني اللي هي 3 1 و1 و2 مشترك بينهم الواحد، يبقى اللي بيكملها 3 وال2. شايفينها؟ ده انا عملت الترانزيتيف الاول بالطريقه العاديه، ان انا خدت A وB وB وC وخدت A مع C. الاول والثاني اذا كان مشترك مع الاول والثاني في العلاقه الثانيه باخد الاول والثالث، او ان انا استخدم افضل الكوموزايت او تستخدم عمليه الضرب، ودي اسهل لك بكتير. هتستخدم عمليه الضرب ازاي؟ هتيجي في العلاقه اللي هي 1 1 دي تعملها مصفوفه صعبة؟ يعني هتعمل ايه؟ 1 2 3 1 2 3 صف وعمود. ما دي لو انت يعني بس هتظبط معاك تبقى كويسة. أو تعملها بكوموزايت. هتعمل ايه؟ هتعمل علاقة تحط واحد عند الصف الأول على العمود الأول، والصف الأول على العمود الثاني، والصف الثاني على العمود الأول، والصف الثالث على العمود الثاني. وبعدين تضرب المصفوفة دي في المصفوفة دي منطقي. وبعدين تضرب الناتج في المصفوفة الأصلية. هيطلع لك الحل الأخير ده. ده هيكون اسهل طريقه. هشوفه هنا، هو جابها لك هنا بس جاب الحل على طول. ادي هنا اهو، بس هل دي هي نفس اللي فاتت؟ 1 1 1 2 1 1 1 2 لا مش هي دي، واحده ثانيه. فضربهم ثلاث مرات. ليه ضرب ثلاث مرات؟ لان هم ثلاث عناصر، لو كانوا عنصرين تضربهم مرتين خلاص يبقى سهل. فضربهم ثلاث مرات طلع ايه؟ طلع ان ده الحل. اصبحت العلاقه بعد ما كانت علاقة ده ترانزيتيف، يعني الترانزيتيف بتاع العلاقة دي هو ده. هنا الأول كانت إيه؟ 1 1 1 1 و3 مش كده؟ و2 و2 و3 1 و3 و2 أصبحت 1 1 1 و2 1 و3.
واثنين واثنين وثلاثة واحد، ثلاثة واثنين ثلاثة وثلاثة، ده ترانزيتيف بتاعها، ده اسمه ترانزيتيف. واضح؟ دي لما ترجع البيت إن شاء الله هتعملوها هتيجي هتبقى سهلة معاك. إيكوفالنس إيكوفالنس ريليشن، العلاقة المتكافئة، العلاقة المتكافئة. إمتى تكون العلاقة المتكافئة؟ لو جرى في الامتحان وبيجي دايما في الامتحان الإيكوفالنس ريليشن دي دايما تيجي، أنا بقول أهو من دلوقتي العلاقة المتكافئة. لو جالك في الامتحان عشان تساعدني في تصحيح، قال لك اثبت بروف ذات ذيس ريليشن از ايكوفالنس ريليشن، اثبت. هو بيقول لك اثبت معناها انها ايكوفالنس، مش بيقول لك هي ايكوفالنس ولا لا، ده موضوع ثاني تحتاج تثبت. فالاجابه بتاعتك تكون كالتالي اللي هقول لك عليها، تقول لي طالما هو بيسالك هي اثبت انها ايكوفالنس، تقول لي ايه؟ تقول لي سينس بما ان this relation is او r مثلا is reflexive، تقول لي كده ليه؟ وتبدا تثبت بقى ليه هي ريفلكسيف. لان من شروط الايكوفالنس ريليشن انها تكون ثلاث حاجات، ريفلكسيف وسيمتريك وترانزيتيف. فانت اذا سالك السؤال ده قول له بما انها ريفلكسيف عشان من اجل كذا، وتثبت يعني، وتكتب في السطر بعدها بسطرين ولا ثلاثه وبما انها سيمتريك وبما انها ترانزيتيف. كده عرفتني انك انت عارف ان العلاقه المتكافئه فيها الثلاث خصائص دول. خدت ممكن اذا الطالب يعني على الاقل تلت الدرجه، واذا الطالب محتاج نص درجه معايا، وبعد كده تثبت. لكن يعرفني، ودايما بتيجي الايكوفالنس دي بتيجي في الامتحان. تمام كده؟ طيب نشوف الكلام. انا عايز اثبت هنا show that a relation on the set of string اثبت ان دي equivalence relation، equivalence relation علاقة متكافئة. طيب علاقة بين A و B حيث أن طول A لين طول A مساوي لطول B، طول A مساوي لطول B، يعني بين رمزين عدد حروفهم أو عدد أرقامهم العدد واحد. تمام؟ طيب الطول هنا إذا كان 3 يبقى هنا 3، العلاقة تبقى بين 3 و 3، بين 4 و 4، بين 2 و 2. فهو هنا هتقول له دي R is reflexive، شوف الإجابة جت إزاي، اللي تحته خط ده اللي تكتبه لي في الامتحان. ليه R is reflexive؟ لأن طول A بيساوي طول B. أنت تشيل B وتحط A مكان البي، لأن هنا الطول هنا يساوي طول هنا، إذا دي محققة إنها reflexive، إذا دي محققة إنها إيه؟ reflexive. دي أول واحدة. طب سيمتريك ليه؟ لان هنا طول A بيساوي طول B، يستلزم ان طول B يساوي طول A. ما هي هي لو يعني الثلاثة يعني علاقة بثلاثة، ما فيش علاقة ثلاثة بأربعة عشان تحتاج أربعة بثلاثة عشان تقول انها سيمتريك. فإذا كانت العلاقة كلها ريفلكسيف ما فيش غير ريفلكسيف هتبقى سيمتريك، يعني يستلزم دلوقتي إيه؟ معنى كده انها سيمتريك. طب ترانزيتيف ليه؟ ترانزيتيف لانه الاي مساويه للبي والبي مساويه للسي، اذا الاي مساويه للسي مش كده؟ يعني 3 مساويه ل 3. طيب البي اذا كانت 3 ما السي هتبقى 3، طب ما 3 هي الاي مساويه لل 3. اذا هذه علاقه يسموها ايه؟ يسموها ايكوفالنس ريليشن، ريفلكسيف سيمتريك ترانزيتيف. برضه بنفس الطريقه عشان برضه هنا ده مثال آخر للعلاقات المتكافئة. طيب نمررها كده، هي نفس الفكرة، يعني تثبت إنها سيمتريك، ريفلكسيف سيمتريك، نفس الفكرة، إيكوفالنس ريليشن. طيب هنا دي أنا ضايفها عندنا هنا، بعد ما أثبت إن العلاقة إن الـ A تربيع ناقص B تربيع، يعني الرقم الأول مربع وناقص الرقم الثاني العلاقة بين الرقمين تقسم الخمسة، تقسم الرقم خمسة. تمام كده؟ أثبتت إن دي علاقة إيكوفالنس ريليشن. هنا دي أنا ضايفها مش عندكم، اللي هي بيقول لك حدد، دي علاقة متكافئة، حدد إن الصفر ينتمي إلى الخمسة، ودي اللي بنسميها بعد كده إيكوفالنس كلاس. إيكوفالنس كلاس ده اللي هو تكافؤ الفئة،
مش تكافؤ، العلاقة ككل. يعني العلاقة ككل فيها تكافؤ، يعني يوجد بها، يوجد بها عناصر متكافئة، يعني تحقق الرفلكسيف والترانزيتيف والسيمتريك. لكن الفئة تجيب فقط الفئات المتكافئة، مش كل، مش كل الفئات. يعني الكوفالنس ريليشن فيها علاقات كثيرة، منها اللي بتحقق الايه، تحقق الايه، التكافؤ منها. لكن هنا فقط في الفئة تجيب الفئة المتكافئة. يعني هنا لما اجي اقول انا الزيرو ينتمي للخمسة، يعني ايه معناه زيرو ينتمي للخمسة؟ يعني الخمسة علاقة في الزيرو، خمسة علاقة في الزيرو. يعني ايه؟ يعني انا هنا بقول ان الرقم الاول اللي هو الايه هو الخمسة، والرقم الثاني اللي هو البي اللي هو الصفر. هل يحققوا هذه العلاقة؟ طب تعالوا نشوف كده، 25 ناقص صفر تربيع بكام؟ 25. هل ال 25 دي تقسم الخمسة؟ نعم. تحقق، يعني دي برضه بتيجي في الامتحان، يقول لك ايه؟ يقول لك حدد اذا كانت الصفر تنتمي للخمسة. يعني ايه الصفر تنتمي للخمسة؟ يعني معناها الصفر هي البي والخمسة هي الايه؟ يعني الخمسة علاقة في الزيرو، ار زيرو. يعني الخمسة هي الايه؟ الرقم الأول، والزيرو هو الرقم الثاني. نشوف ايه هو ده، انا سبقتها، معنى ايكوفالنس كلاسس، ايكوفالنس كلاس. نشوف هنا، what are the equivalence classes of 0 and 1 for congruens modulo 4. طيب عايزين نشوف هنا ان في تكافؤ بين الصفر والواحد في باقي القسمة على الاربعة. يعني هنا الصفر والواحد باقي القسمة على اربعة، ايه المكافئ بتاعها، الفئة المكافئة ليها. هنشوف دلوقتي بالنسبة للصفر، الصفر على اربعة، هنا لما نيجي نقول الصفر على اربعة مين الكلاس المكافئ ليها؟ عندنا ممكن التمانية، التمانية على اربعة الباقي بتاعها صفر، باقي 8 على 4 0، وباقي 4 على 4 0، وباقي 4 على 4 0، وباقي 8 على 8 على 4 0. كذلك الصفر دي علاقه بين مين ومين؟ بين الصفر وال4. طب الصفر هي مين؟ هي ايه؟ والبي هي 4. يعني المكافئ مع الصفر الفئه بتاعته الصفر وال4. يعني الصفر لو انا قسمتها على ال4 باقي القسمه بتاعه كام؟ صفر. تمام كده؟ وكذلك هنا ايه الثمانية والاربعة، دي الفئات الايه المكافئة للصفر، الفئات المكافئة لمين؟ للصفر. والفئات المكافئة للواحد كام؟ السبعة والثلاثة. تمام كده؟ والايه والواحد. اذا احنا هنقول ايه؟ هنقول ان في علاقة الاربعة هنا مع الايه؟ مع الواحد، علاقة الواحد مع الخمسة، علاقة الواحد مع التسعة. يعني الواحد والتسعة والواحد والخمسة والتلاتة والواحد والتلاتة والواحد والسبعة دي بتعمل علاقة متكافئة عند حصول على باقي القسمة على أربعة. يعني بتعمل إيه؟ كونكريينس مديولو أربعة. مين ومين اللي بيعملوا كونكريينس مع على الأربعة؟ الصفر والثمانية، الصفر والأربعة، والصفر والأربعة، والصفر ناقص ثمانية، وكذلك الواحد والسبعة والواحد والخمسة والواحد والتسعة، دول بيعملوا علاقة متكافئة. في سالب، السالب برضه بيقسم وبيجيب نفس الباقي، نفس الشيء باقي القسم. طيب أما لما نيجي نتكلم عن البارتيشنز، بارتيشن يعني جميع الإكوفالنس كلاس، جميع الايه؟ بارتيشن يعني جميع الايكوفالنس كلاس. فلما اجي اقول هنا هات لي بارتيشن اوف ذا انتجرز ارايزنج فروم كونجريينس موديولو 4، هتقول الزيرو والاربعة والواحد والاربعة والاثنين والاربعة والثلاثة والاربعة، ده يسميه جميع الفئات، يسموه بارتيشنز. جميع الايه؟ الفئات. هذه جميع الفئات ما تكونش لا يعني لا يجب ان تكون متقاطعة. يعني ما يكونش في هنا في الارقام دي ارقام هنا
في الفئة الأخرى تكون غير متقاطعة. شوف رسمها إزاي، تكون هذه غير متقاطعة. بارشل أوردرينج، بارشل إيه؟ أوردرينج. البارشل أوردرينج بيختلف عن إيكوفالنس. لو جالك برضه في الاختبار وده دايما بيجي، قال لك اثبته، هو زي الإيكوفالنس ريليشنز لكن بدل ما هو سيمتريك يكون أنتي سيمتريك. ما يكونش إيه سيمتريك؟ يعني تقول لي إذا قال لك بارشل تقول لي بما أنه أنتي سيمتريك وبما أنه هنا ريفلكسيف وبما أنه ترانزيتيف، إذن هذه علاقة سموها بارشل أوردرينج. بيختصروها بإيه؟ بكلمة بي أو إس، بي بو ست، بارشل أوردرينج ست. لو قال لك بو ست تعرف على طول إنها إيه؟ علاقة يعني جزئية. الثانية إيكوفالنس متكاملة، علاقة جزئية. طب نشوف هنا، اثبت أن the greater than or equal relation is a partial ordering on the set of integers في الأعداد الصحيحة. اثبت أنها علاقة جزئية في العلاقات الصحيحة. إجابتها هتكون إزاي هنا؟ تقول لي إنها ريفلكسيف. ليه ريفلكسيف؟ طالما في يساوي تبقى ريفلكسيف خلاص. طالما في علاقة يساوي تبقى ريفلكسيف، لأن الرقم الـ A تساوي B مش كده؟ طيب. تثبت إنها ترانزيتيف. طب هي ترانزيتيف، فإحنا اتفقنا إن الأكبر من ترانزيتيف، لأن لو قلت واحد ثلاثة أكبر من واحد، والرقم واحد ده مثلا خلينا خمسة أكبر من ثلاثة مثلا، والثلاثة أكبر من واحد، إذا خمسة أكبر من واحد صح؟ يعني لو قلت خمسة أكبر من ثلاثة والثلاثة أكبر من واحد، يبقى الخمسة أكبر من واحد ولا لا؟ الثلاثة مشترك، يبقى ترانزيتيف. طيب لكنها ليست إيه؟ ليست سيمتريك مش كده؟ لكنها ليست سيمتريك، أنتي سيمتريك. ليه؟ لأن لو قلت علاقة من ثلاثة لواحد أو خمسة والثلاثة ماشي كده؟ هل في علاقة تحقق الإيه القاعدة إن الأول أكبر من الثاني؟ هل أقدر أقول ثلاثة وخمسة؟ الرقم الأول ثلاثة والثاني خمسة؟ لا، الثلاثة مش أكبر من خمسة. إذن أنتي سيمتريك. إذن دي علاقة يسموها إيه؟ بارشل أوردرينج. كويس كده؟ بيجي في الامتحانات البارشل. وكذلك علامة القسمة، علامة القسمة المقسوم بارشل أوردرينج. ليه؟ لأن إذا كان في الأعداد الصحيحة، طبعا إحنا عارفين إن الرقم بيتقسم على نفسه، إذن دي إيه؟ ريفلكسيف. أثبت إنها ريفلكسيف، مش الرقم بيتقسم على نفسه؟ إذن علاقة بين الرقم ونفسه. طيب هي أنتي سيمتريك ليه؟ لأن أنا ما ينفعش أقسم 4 على 2 وأقسم 2 على 4 ويديني رقم صحيح. ينفع أقسم 4 على 2 و 2 على 4 عشان تبقى سيمتريك. إذن دي أنتي إيه؟ طيب وترانزيتيف ليه؟ لأن أنا ممكن أقسم 8 على 4 وأقسم 4 على 2 وأقسم 8 على 2. واضحة الحتة دي؟ يعني 8 على 4 فيها كم؟ تتقسم. ايوه. والاربعه متقسم دي قسمها على اثنين تتقسم. أيوة. والثمانيه تتقسم على اثنين ترانزيتيف. واضح ال لانه اذا المعنى كده دي نسميها بارشل اوردرنج. وهكذا بالنسبه للايه للقسمه. القسمه دي كانت جت في اختبار مره انا حضرته هنا، قال له اثبت انها بارشل اوردرنج. طيب اخر حاجه اسمها ايه؟ هاس. هذا بيجي في الاختبارات، هذا دياجرام. ده اخر شيء يا دكتور. هذا دياجرام ده رسم بياني بتبين بيه البارشل اوردرنج، بترسم بيه الايه؟ البارشل اوردرنج. دي الخطوات انا اشرحها لكم بدل ما نقراها. هنرسمها كالتالي. افترض ان انا عندي علاقه اصغر مني او يساوي، احنا اتفقنا ان اصغر مني او يساوي دي بارشل اوردرنج مش بارشل. بارشل فاكرين انتوا ولا اصغر من؟ لان اصغر من او يساوي خلاص اتفقنا انها ايه؟ او العلاقه ريفلكسيف، واتفقنا انها انتي سيمتريك مش كده؟ واتفقنا انها ترانزيتيف.
صح؟ يبقى ورشة دي علاقة برشة. أما بدي أسمها أول حاجة بقول إن الواحد مرتبط بالواحد مش ريفلكسف؟ اتنين وثلاثة بثلاثة أربعة بأربعة. طيب والواحد مقسوم أربعة مش كده؟ والواحد مقسوم الاثنين وثلاثة مرتبطة بيه. طيب والاثنين مقسوم أربعة وثلاثة مقسوم الواحد. طيب أنا عملت علاقة إيه؟ عملت علاقة الريفلكسف بس ما عملتش التبادلية اللي هي الترانزيت اللي هي السيمتريك، ما عملتش السيمتريك، ما مش موجود، رايح جاي مش موجود، لكن عملت الترانزيتيف وعملت الريفلكسيف. في الخطوة الثانية أنا بحذف في هاس، طالما أنت راسم رسم هاس بيقول لك ما يحتاج إنك تحط الإيه؟ ريفلكسيف، الغيه. وطالما إنك قلت إنه هاس مفهوم إنها ريفلكسيف. خلاص؟ فحذفت العلاقة الإيه؟ الريفلكسيف. ثم في الخطوة الثانية حذفت العلاقة الإيه؟ الترانزيتيف. حذفت الترانزيتيف، يعني واحد على ثلاثة هي واثنين على أربعة، أنا حذفت العلاقة اللي هي الإيه؟ الترانزيتيف. فأصبح هنا العلاقة بس الخط اللي أنتم شايفينه ده. الواحد بالاثنين بثلاثة بالأربعة. هنا نشوف هنا الاثنين بأربعة، واحد بثلاثة، ثلاثة أربعة اللي هي ترانزيتيف، يعني أنا هنا فين الترانزيتيف هنا؟ أدي واحد مع ثلاثة مش كده؟ طيب والثلاثة مع الأربعة والواحد مع الأربعة ما ده ترانزيتيف؟ واضحة دي ولا اللي أنا حذفتها؟ نقولها تاني. يعني أنا عندي علاقة الواحد بمين؟ بثلاثة. والثلاثة بمين؟ بالأربعة. مش كده؟ مشترك بينهم مين؟ فأنا عندي علاقة بين بمين واحد بمين؟ ده الترانزيت بتاعه. فحذفته. حذفت الواحد أربعة والواحد ثلاثة خليت فقط الإيه؟ الواحد بثلاثة. إذن خليت العلاقة اللي هي واحد باثنين ده رسم هاس. تمام كده؟ شوف. طيب شوف هنا ودي جت دي مشابهة ليها. لو قال لك ارسم هاس هنا، إذا أنت بترسم فقط إيه؟ العلاقة الإيه؟ بترسم العلاقة اللي إحنا عندنا ثلاث حاجات. أنت العلاقة المباشرة، أنا عندي ريفلكسيف حذفتها وحذفت علاقة الإيه؟ ترانزيتيف. عملت العلاقة اللي هي المباشرة اللي هي الواحد بالاثنين بثلاثة بأربعة. طب نشوف هنا مثال، لو طلب منك قال لك أنا عندي بارشل أوردرينج ست، علاقة جزئية، هذه العلاقة بين مين ومين؟ في هذه المجموعة 2 و4 و5 و10 و12 و20 و25 علاقة قسمة، إن الرقم علاقة بين الرقم والرقم المقسوم عليه، بين الرقم والرقم المقسوم عليه. قال لك ارسمها بطريقة هاس، هترسمها بطريقة ايه؟ هاس. طيب هنشوف هنا الاثنين مرتبطة بمين؟ بالأربعة و12 مش كده؟ طيب الاثنين مرتبطة بالعشرة ماشي كده، والعشرة مرتبطة بالعشرين، الخمسة مرتبطة بمين؟ خمسة وعشرين مرتبطة بالعشرة مرتبطة بالعشرين، الأربعة مرتبطة بالعشرين. فدي طريقة رسم ايه؟ انت طيب انت دلوقتي هنا في أرقام زوجية وأرقام فردية، خمسة وفي اثنين، في مضاعفات الخمسة وفي مضاعفات الاثنين مش كده؟ أو إذا كان في مضاعفات الثلاثة مثلا، بس هنا ما فيش مضاعفات الثلاثة، أنا عندي فقط مضاعفات الاثنين مضاعفات الخمسة. فطالما عندي مضاعفات الاثنين بجيب إيه؟ طبعا أروح جايب أصغر رقم وأحطه كنقطة تحت، وأجيب أصغر نقطة اللي هي الخمسة وأحطها كنقطة تحت اللي هي يعني أقل مضاعفين، وأبدأ أربط مين اللي بعد الخمسة. أنا أمسح ده بس عشان أوضح اللي. أنا جبت أقل مضاعفين اللي هو الاثنين والخمسة حطيتهم فين؟ مينيمال ماكسيمال، أدي مينيمال الاثنين وخمسة. طيب الاثنين بالنسبة للمجموعة هنا مقسوم مين هنا الاثنين؟ مقسوم الأربعة، مقسوم الأربعة مقسوم مين؟ الاثناشر، حطيتهم ورا بعض تمام كده؟ طيب الاثنين كمان مقسوم العشرة،
الاثنين مقسوم العشرة، فبطلع منه خط تاني ملوش علاقة بالأربعة. زوجي يعني رقم زوجي مقسوم العشرة. طيب العشرة مقسوم مين؟ مقسوم العشرين، فطلعت بخط تاني. تمام كده؟ والأربعة برضو مقسوم العشرين، علاقات مباشرة دي. تمام؟ الخمسة مقسوم مين؟ 25. والخمسة مقسوم العشرة. الحل انك انت تبدأ بأصغر رقمين او ثلاثة، لو كان في ثلاثة، اثنين ثلاثة خمسة، اصغر ارقام، وتبدأ تعمل النقاط المرتبطة بها اذا كان ايه في القسمة. طبعا هاس هنا ما يحتاج تروح عامل كده الرسمة كده، وما يحتاج ترانزيتف. يعني ما اجي اقول هنا مثلا 2 مع 10 هو كده ترانزيتف، 10 من 20 ما يحتاج اقول 2 مع 20 حذفتها. ليه؟ لان العشرة هنا مشترك بينهم، انا حذفت ترانزيتف مش كده؟ هو من خلال هذا الرسم انا بقدر احدد البارشال اوردر. واضح كده؟ ودي ايه؟ دي تقريبا اخر حاجه. دكتور سؤال، لو كان عندنا كذلك اذا كنت 3 و9 هتكون بيجي على 9. سؤال كويس برضه، في واحد زميل بيسال بيقول لو انا عندي 3 و9 في المجموعه هتكون في الجهه اليسرى؟ هروح حاطط نقطه ب 3 هنا، ممكن يكون 3 و9 و27 مثلا. خلاص، واروح موصل نقطة هنا تانية 9، ووصل بينه خط. عندي نقطة تانية 27 اهو، فاروح موصل كده. هل احتاج اوصل 3 و27؟ ما يحتاج. طيب يعني الثلاثة وال 12 في الحالة دي هتوصل 3 و12. انت بقى بطريقة فنية هتحطها هنا مثلا، خليها في الجزء عشان ما تعملش تقاطع خطوط. يعني هي دي، يعني هو هيجيبها لك في امتحان مبسطه مش معقده يعني. لكن خلي بالكم البارشال اوردر، انا بقول لكم من دلوقتي اهو، والكومبوزايت والايكوفالنس والانتماء الايكوفالنس كلاس وايكوفالنس ريليشن، ده بيجي. واتفقنا ازاي الكومبوزايت تعمله؟ بتحط النطاق الاول تاخد نص الدرجه اذا محتاج او التلت. يعني لو بضرب مثلا ار تكعيب، خلاص هذا النطاق بتاع الار هو ده حليت الموضوع. يعني حتى لو مش عارف تعملها خلاص خلاص نكتفي. جزاكم الله خير، السلام عليكم. الله يسلمك. ان شاء الله بحط لكم على اليوتيوب على القناه بتاعتي ان شاء الله. ايه بس ربنا يسهل.